شوفي الموديل ده حلو قوي قوي، بس بصراحة ربنا هشتك بشتك شوية، ما يناسبنيش لا انا ولا منه. بالعكس بقى يا فاطمة هانم، انا شايفة دلوقتي ان الظروف اتغيرت والمظاهر اصبحت ضرورية. انت دلوقتي مدام الدكتور مصطفى الشرقاوي صاحب اكبر مجموعة شركات في البلد، وفي نفس الوقت برضو مدام الدكتور مصطفى الشرقاوي الاستاذ ورئيس قسم الكبد واكبر اخصائي الكبد في العالم. يا مدام عناية، انا بقول نفرفش نفسنا شوية ونفتح دراعاتنا للدنيا. وماله نفرفش، مفيش مشكلة، بس ان شاء الله لما نرجع من مارينا نبقى نشوف الموضوع ده. وانت يا نورهان هانم، تحت امرك يا هانم. يعني ممكن حضرتك تحضري لنا كده شوية كتالوجات تكون يعني محترمة ومحتشمة شوية؟ عارفة انها مفاجأة حلوة قوي ان انتوا هتسافروا معانا مارينا. يا سلام، افهم من كده بقى ان انت بتحبني يعني؟ معقولة لسه جاية تسألي السؤال ده دلوقتي؟ لا بس عايزة اطمن. اطمني. طيب عايزة اسمعها. على فكرة انت طماعة قوي. برضو عايزة اسمعها. ايه رايك بقى ان انا عندي ودماغي ناشفة ومش مسمعها لك؟ طب ايه رايك بقى ان انت غلس؟ وايه رايك بقى ان انت اغلس؟ كده؟ كده. طب يلا. يلا. تيجي نمشي من جو الكآبة ده نتمشى بره شوية. معك حق. يلا بينا. اتفضلوا فوق. أنا فعلا بحس إن أنت حتة مني، عشان كده نفسي إن شاء الله ابني اللي جاي في السكة ده يعتبره حتة منك، وأكيد هو هيعتبرك حتة منك. لو حصل ده ساعتها هموت وأنا مرتاح. مصطفى دي حاجة ولا في الخيال؟ أنا حاسة إن إحنا في حلم. والله ما أنا عارف، يا ترى إحنا في حلم في كابوس؟ عمر النعمة ما كانت كابوس. يلا نكمل فرجة. يلا. الله يا مصطفى، القصر بالجنينة شيء يجنن، تحفة. بتهيالي المرحوم محمود صرف كتير قوي، أكتر مما تتصور يا فاطمة هاني. الله يرحمك يا محمود ويحسن إليك. ويرحمك يا إناس يا بنتي ويحسن إليك. آمين يا رب العالمين. طيب نسيبكم انتوا دلوقتي تاخدوا راحتكم ونرجع لكم بعد المغرب. ايوه يا علي، احنا لسه واصلين دلوقتي، يا دوبك اتفرجنا على الفيلا بتاعت عمي. صدق حاجه ما تتوصفش. الله يا مصطفى، حاسه ان انا قاعده في قصر من قصور الف ليله وليله. كل ده ملكنا فاطمه. انا هقوم اتمشى شويه على البحر، حاسس ان انا عايز افكر بهدوء. لا بقول لك ايه، خلينا نستمتع باللي احنا فيه ده كله وبعدين فكر براحتك. استمتعي انت زي ما انت عايزه، انما انا بالنسبه لي ده وقت للتفكير. من امتى بقى يا ابن خالتي بتفكر لوحدك؟ طول عمرنا بنفكر مع بعض. ايوه صح، بس للاسف انت في حاله غريبه جدا. حكايه الفلل والقصور والفلوس دخلتك في دوامه ما انتش دريانه بيها. يعني للاسف فعلا انت مش مؤهله دلوقتي لانك تفكري معايا زي المعتاد، وصعب تعرفي توصلي للقرار السليم. انا منكرش يا ابن خالتي ان انا فعلا مبهوره انبهار شديد قوي لدرجه ان انا هيغمى عليا، بس راحتك عندي والله والله بفلوس الدنيا كلها. تعرفي يا فاطمه انا بفكر في ايه دلوقتي؟ في ايه يا حبيبي؟ بفكر في حالنا، حالنا كبني ادمين. يعني انا خايف ان القصور والفلل والفلوس والهلومة دي كلها تاخدنا لبعيد وننسى حالنا. احنا اصلا عندنا بيتنا وبيت جميل، كل ركن فيه لينا فيه ذكريات جميلة جدا،
وبعدين ولادنا احمد ومنا الحمد لله اهو متربوا وتخرجوا، واحنا معانا فلوس نجوزهم كمان ويبداوا في نفس اللحظه الكفاح من اجل النجاح، وهم مؤهلين لكده للكفاح والنجاح. ضيفي على ده بقى العربيه بتاعتنا، يا ما عاشت معانا ذكريات، تعبتنا صحيح بس ذكريات جميله جدا. حطينا انا بقى لوحدي ووضعي كاستاذ جامعي ورئيس قسم، وده وضع مش هين، وليا ابحاثي ودراساتي، ودي بتدرس في انحاء الدنيا وفي اوروبا وفي امريكا. مش معقول اضحي بقصه كفاح عمر بحاله زي دي وطموحاتي العلميه اللي بلا حدود علشان ابقى رئيس مجلس اداره مجموعه شركات تجاريه. وبعدين اذا كان على حكايه الفلوس، احنا الحمد لله دخلنا بيكفينا وبيزيد كمان، فانا متهيألي احنا مش محتاجين اطلاقا للهلمة اللي سابها محمود الله يرحمه دي. والثروة المتلتلة دي كلها تروح لمين يا مصطفى؟ تروح مطرح مطروح، او على رأي امي تروح في اعمال الخير على روح المرحوم ده، طبعا بعد ما نسدد ديونه ونسدد كمان الفلوس اللي عليه والحقوق، واولهم لست نعيمة. غير كده انا حاسس ان انا رايح في متاهة، انا خايف اكون مش قدها ولا حملها. انا لدرجة ان انا بفكر كمان او بخشى اني بكون بظلم معايا احمد ومنة. الثروة دي من حقهم ومن حق ذريتهم بعديهم وذريتنا احنا لاخر العمر. هديك قلتها يا مصطفى، قرارك ده كمان متعلق بمصير اكتر من 11,000 عامل وموظف في الشركات كلها، يعني مصير اكتر من 11,000 اسرة يا مصطفى. ما هو ده كمان احد الاسباب، مش ولادي واحفادي وبس، ومصير الاف الاسر دي. ده قصاد طموحي العلمي وحياتي. انا مش بدور على مبرر، بس حقيقي انا حاسس ان انا دخلت متاهه، انما اكيد بالتفكير وبالايمان هوصل لحاجه.